في موضوع آخر، رغم أن ولاية سكيكدا تحظى بأطول شريط ساحلي، غير أن أسعار السمك بها وصلت أرقاما خيالية، حتى أن طبق السمك المفضل لدى السكيكديين لم يعد في متناول الجميع لعدة أسباب، يقول محمد حمدة. تشهد أسعار السمك بأنواعه في سكيكدا ارتفاعا جنونيا منذ مدة، ارتفاع تضاربت حوله الآراء وأعطيت له تفسيرات عديدة. في الشتاء لازم تكون هكا ناقصه شويه، يعني معقوله زايده شويه. احنا بالدجاج ما بقاش نخدموا فيها، نخدموا هكاك الكازين شويه ب 1200 1400 انسان، وتعرف حق جست وساعته من الجيم نجبد. احنا يقول لك انا حوات، انا عندي شاليتي انا، وما على بالي صادي بو يحكي الخدامه ما يخدمولوش سيريو، هو ما يعطيهمش حقهم، يمشيو معاه بالفيس. تعطيني 200 نجيب لك حق ال 200 تاعك مثلا. فيما أرجع آخرون ذلك إلى كثرة الأعباء على الصيادين وقلة الثروة السمكية بسبب المنطقة الصناعية. الورك احنا خرجوا بزاف، سواء مع لي زامبو سواء في الواحد، والمدخول ما كانش، ما عندناش كونتيتي، ما قاش درك احنا في النهار نجيبوا، ما كانش كيجيب الانسان يجيب هذيك باش يا ربي يجيب 5 6 7 كازيات حوت، ما كانش باش طلع شباك، طلع القراعي، طلع الخير، سيدي الساشيه. بين هذا وذاك بات السمك لمن استطاع اليه سبيلا في ولايه بها 4 مرافق صيد وتملك اطول شريط ساحلي.